عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الدرس ديال اليوم إن شاء الله فهو تتمة لموديل الماركتينغ. فمن بعد ما شفنا البوليتيك دو برودوي، شفنا البوليتيك دو بري، اليوم إن شاء الله غادي نخدمو البوليتيك دو كومينيكاسيون. دونك كما ديجا شرحنا، فالماركتينغ ميكست فهي كتوفر على 4 اليمون او كتعتمد على 4 اليمون. اذا لا كومينيكاسيون هو ليليمون الثالث اللي غادي نتعرفوا عليه اليوم، بمعنى انه كيفاش لونتربريز كتواصل، كيفاش كتواصل مع لونفيرونمون ديالها، كيفاش كتواصل مع لي كليون ديالها، كيفاش كتقدر توصل ليماج ديالها بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. اذا هذا الشيء كامل غادي نتعرفوا عليه في هذا لا فيديو. هذه حاولوا انكم تتبعوا معايا وحاولوا انكم تنوطيو معايا، يعني كاين شي حويجات اللي غادي نبقى نقولهم يعني ما كاينينش في الدرس ديال اليوم ان شاء الله. اذا اول حاجه غادي نتعرفوا على التعريف ديال لا كومينيكاسيون. دونك فالاغلبيه فيكم غادي يكون كيعرف لو موديل الكومينيكاسيون، غادي يكون قرا التعريف ديال الكومينيكاسيون. دونك فانا هنايا درت لكم تعريف عام ديال الكومينيكاسيون، ماشي التعريف اللي عنده علاقه بالماركتينغ او اللي عنده علاقه بالايكونومي. فانا عطيتكم تعريف عام، وابخي عاد غادي نشوفو لا كومينيكاسيون كوميرسيال شنو المعنى ديالها. اذا لا كومينيكاسيون كونسيست ا ترانسميتر ان ميساج دان ايميتور ا ان ريسيبتور، ببساطه يعني ارسال او لا تحويل واحد الرساله من ليميتور للريسيبتور، يعني من الشخص اللي كيرسلنا الميساج، اللي كيصدر منه الميساج للشخص اللي كيتلقى الميساج، اذا من المؤدي للمتلقي. هذه هي لا كومينيكاسيون، وكما قلت فغادي تكونوا الاغلبيه ديالكم عارفينها لان كاين موديل خاص بلا كومينيكاسيون. حنايا ما كتهمناش هذا المفهوم هذا، ولكن كيهمنا لا كومينيكاسيون كوميرسيال، يعني لا كومينيكاسيون التواصل في الميدان التجاري، في الميدان الاقتصادي. خصنا نعرفوا شنو هو التواصل في المحيط الاقتصادي بصفه خاصه. اذا غادي نعرفوا لا ديفينيسيون، غادي نشوفو أنصومبل لا ديفينيسيون. دونك لا كومينيكاسيون كوميرسيال سو ديفيني باغ تو لي ميساج إيمي باغ أون أونتربريز أون ديريكسيون دي كونسوماتور، يعني كل لي ميساج لي كيتصيفطهم لونتربريز لي كونسوماتور ديالها. ونقدرو هنا نمشيو بعد من هادشي ونقولو أنه ماشي غير لي كونسوماتور، بل أيضا سوا لي فورنيسور، لي كليون، لي كونكيرون، يعني مثلا لي زانتيغميديير، الشركاء، لي بنك، يعني مجموع المؤسسات اللي كتواصل معهم لونتربريز. فهي كتكون خاصها أنها تواصل معهم، خاصها أنها توصل لهم ليماج ديال لونتربريز، تحاول انها تثبت راسها داخل لو مارشي. دونك هنايا فهي كتعتمد على حسب الكومينيكاسيون، يعني كل ما كانت لونتربريز عندها لا كومينيكاسيون قويه وكل ما كانت عندها لا كومينيكاسيون فعاله، فهي كتكون اونتربريز ناجحه وكتكون معروفه. والدليل على هذا الشيء هو انه كنشوفوا غير في التلفازه ديالنا مثلا الاغلبيه ديال الاشهارات اللي كيدوزوا فهما كيكونوا ديال لي زونتربريز اللي كبار واللي كيكونوا معروفين. دونك فهنايا كيتبين لينا بان لا كومينيكاسيون راه هي واحد الوسيله مهمه باش ان لونتربريز توصل الميساج للناس اللي كياخذوا لو برودوي ديالها او لا لي كليون ديالها. اذا غادي نشوفوا واحد ثلاثه ديال لي زوبجيكتيف ديال لا كومينيكاسيون، يعني علاش لونتربريز خصها دير لا كومينيكاسيون، علاش خص تكون عندها واحد لا كومينيكاسيون اللي هي ايفيكاس. اول اوبجيكتيف هو اميليوري ليماج دو مارك دو لونتربريز، يعني كتطور ليماج ديالها. خص لونتربريز باش تطور ليماج ديالها خصها تكون معروفه اكثر، خص يكون عندها بزاف ديال لي كليون، خص تكون الصوره ديالها في المارشي يعني كبيره، وخص تكون الصوره ديالها مزيانه. اذا هذا هو لوبجيكتيف الاول، فهي كتبغي انها تكبر الصوره ديالها، كتبغي انها تبين ليماج ديالها في احسن حاله وفي احسن صوره. لوبجيكتيف الثاني هو انفورمي لو بوبليك، يعني كتبغي تعطي معلومات للبوبليك او لا لي كليون ديالها، كتعطيهم معلومات على الخدمات اللي كتقدم، على لي برودوي اللي كتقدم، على شنو هما التحسينات اللي دارت، شنو هو الجديد. يعني هنايا كتعطي معلومات، انفورمي لو بوبليك. وطبعا هدف اللي هو اساسي وباين اكخواط لي فونت، يعني كتبغي انها ترفع من المبيعات ديالها، تضاعف الارباح ديالها. وبيني وبينكم كيبقى هذا هو لوبجيكتيف الاساسي ديال اي اونتربريز، مهما كانت كتقدم خدمات فالهدف الرئيسي ديالها هو انها تحقق ارباح وانها
تاميليوري لي فونت، يعني تزيد تبيع اكثر، كل ما بعت اكثر كل ما ربحت اكثر، فالونتربريز هنا كتكون ساتيسفيت. سينو ف واخا تكون كدير دي زيفور، واخا تكون كتقدم خدمات مزيانه، فالا ما كانتش كتربح مزيان فهي كتبقى اونتربريز اللي مهدده بالافلاس، واللي تقدر انها ما تمشيش بعيد في المجال ديالها. اذا غادي نتعرفوا على لي بوليتيك، لي تيب دو بوليتيك دو كومونيكاسيون، يعني شنو هما الانواع ديال لا كومونيكاسيون اللي كتعتمد عليهم لونتربريز. وهاد لي تيب هادو فهما كيختلفوا من اونتربريز لاخرى، يعني كل اونتربريز كتختار الطريقه ديال التواصل اللي كتناسبها على حسب المنتوج ديالها، على حسب لي كليون اللي كتستهدف. يعني كل اونتربريز كتكون عندها واحد لا بوليتيك او لا واحد لا ميثود اللي مختلفه ديال لا كومونيكاسيون. وممكن ان اي اونتربريز دير مجموعه ديال لي تيب، يعني ماشي ضروري خصها دير فقط واحد لو تيب، بل ممكن انها يعني تعتمد على مجموعه ديال لي تيب اللي حنايا غادي نشوفوهم ان شاء الله هنايا في هذا لوكو. اذا اول طريقه ديال لا كومونيكاسيون اللي هي معروفه بزاف واللي كنشوفوها بزاف في حياتنا اليوميه هي لا بوبليسيتي او لا الاشهار او الاعلانات. يعني هنايا كنشوفوا بان الاعلانات يعني ولاو حاجه اللي هي ضروريه، ولاو حاجه اللي كنشوفوها فين ما مشينا فين ما تفرجنا كنلقاو الاعلانات، سواء في التلفازه سواء في الراديو سواء في لي فيش اللي كيكونوا في الزنقه. مثلا هذوك لي بانو كنلقاو معلقين فيهم اشهارات، يعني بزاف ديال الطرق ديال الاشهارات. شحال مره عاوتاني كنلقاو مثلا الناس برا كيفرقوا اعلانات ديال دي برودوي اولا ديال التخفيضات اولا، يعني هادو طرق ديال لا بوبليسيتي، كدير الاشهار للمنتوج ديالها، وخصوصا كدير اشهار شنو الخدمه الجديده اللي جات تقدم، باش انها كتحاول تاتيري الماكسيموم ديال لي كليون. يعني واخا الناس اللي يكونوا مازال ما ردوش البال داك لو برودوي اولا ما كياخذوش اولا ما مهتمينش، فكيوليو يقدروا يوليو دي كليون ديال لونتربريز. وهادشي هضرنا فيه مزيان في لا فيديو ديال المارشي ديال لونتربريز، وتعرفنا على لي تيب ديال لي كليون ديال لونتربريز اللي كان مهتم ممكن انه يرجع يشوف هذيك لا فيديو. اذا غادي نقراو التعريف ديال لا بوبليسيتي. دونك لا بوبليسيتي سي ان مويان دو كومونيكاسيون ان بيرسونيل qui vise à transmettre le message au public de l'entreprise. يعني ان هو واحد وسيله ديال التواصل، هذا مهم هاد الجمله هادي خصنا نعقلوا عليها، سي تا مويان دو كومونيكاسيون، وسيله للتواصل ان بيرسونيل. يعني ما كيكونش مثلا كنقولوا حنايا كنوجهوا الميساج اكس الفلان سميتو مثلا اكس، لا، فهي كتكون موجهه لناس مجهولين، يعني كتكون موجهه فقط للكليون. لونتربريز ما كتعرفش هذوك لي كليون بالبيرسون، كل واحد كتعرفو بوحدو، ولكن كتقول مثلا انا هذا الميساج كنوجهو لكليون ديالي، وهذوك لكليون كيكونوا غير معروفين. دونك كي فيز ا ترانسميتر لو ميساج او بوبليك دو لونتربريز، يعني كتحاول انها توصل لي ميساج ديال لونتربريز للبوبليك. غادي نتعرفوا على تخوا زاكسيون ديال لا بوبليسيتي، يعني شنو هما المؤسسات او الا بغينا نقولوا الركائز ديال لا بوبليسيتي. عندنا ثلاثه ديال الركائز، الاول هو لو ميساج، يعني ضروري خصنا نعرفوا الميساج اللي حنا باغيين نوصلوا لهذاك لو بوبليك، يعني شنو هي الرساله اللي بغينا نوصلوا لهم، وخصها تكون مختصرة وخصها تكون واضحة ومختصرة. يعني لو ميساج سي دي زانفورماسيون سور لو برودوي، يعني معلومات على لو برودوي ديالي اللي انا بغيت نوصلهم للبوبليك. عندنا ايضا لو سيبور، لو سيبور هو الوسيلة، شنو هي الوسيلة اللي انا غادي نترونسفيري من خلالها هاد لو ميساج هذا، شنو هي الطريقة اللي غنعتمد عليها باش نوصل الميساج. واش التليفون مثلا، كنلقاو بزاف ديال لي سوسيتي كيعيطوا لك مثلا في التليفون وكيقترحوا عليك شي برودوي، اولا كيقولوا لك شنو الراي ديالك في لو برودوي الفلاني، اولا شنو الراي ديالك في العرض الفلاني، يعني هذا حتى هو راه وسيله ديال لا بوبليسيتي. عندنا ايضا لي راديو، فكنلقاو بزاف ديال الاشهارات في لي راديو. عندنا لي جورنو الجرائد، وكنختاروا الطريقه ديال ارسال الميساج على حسب البيدجي، يعني الميزانيه اللي حنايا محددينها لديك لا بوبليسيتي. كل ما كانت الميزانيه كبيره كل ما هذا الميساج كيتوزع على نطاق واسع، يعني كتلقى في التلفازه كتلقى في الراديو كتلقى في الجورنال، يعني في بزاف ديال الوسائط. كل ما كان البيدجي ناقص كل ما كانت الوسائل محدوده،
داكوغ، يعني البيدجي كيتحكم في الوسيله ديال التوزيع ديال الميساج. عندنا ايضا لو برودوي، مثلا الناس اللي هما معنيين بلو برودوي ديالي شنو كيستعملوا بزاف، واش مثلا كيتصنتوا للراديو بزاف، واش كيتفرجوا اكثر، واش كيقراو لي جورنو اكثر. يعني انا كنشوف دوك الناس اللي انا كنسيب ليهم شنو كيستعملوا اكثر، ومن خلال هذيك الاليه فانا كنوصل لهم لو ميساج. وطبعا عندنا لو سيبل اللي ديجا هضرت عليها، يلاه دابا شوف الناس المستهدفين بلو برودوي ديالي. يعني انا كنعرف الناس اللي مستهدفين لو برودوي ديالي، كنشوف اين طريقه غادي نستعمل في التواصل معهم. داكوغ، اذا هادو بعض الحويجات اللي خصنا نعرفوهم. وعندنا ايضا لوكو اللي هي ضروري خصها تعرف لوكو اللي غادي بشحال غتقام عليها هذيك لا بوبليسيتي، وداك لوكو كيتغير على حسب لو تيب ديال لا بوبليسيتي سويتي. يعني على حسب البوبليسيتي اللي غادي ندير، مثلا غندير اعلان في الجورنال، راه ماشي هو غادي ندير اعلان في التلفازه. يعني اعلان في التلفازه كيكون بريشير، كيكون غالي اكثر. اذا عندنا لي زوبجيكتيف ديال لا بوبليسيتي، فانا درت لكم واحد دو زوبجيكتيف ديال لا بوبليسيتي، حاولوا انكم تعقلوا عليهم. اذا عندنا اتيري لو كليون فيغ لو برودوي، يعني كنحاول انني نلفت الانتباه ديال داك لو كليون لو برودوي ديالي باش يولي يشوفو، ربما يولي كيشريه، ربما من بعد يولي كليون فيدال، اللي يولي كليون وفي لو برودوي ديالي ودائما كياخدو من عندي. عندي لوبجيكتيف الثاني هو انفلونسي لو كومبورتمون دو بوبليك، يعني كنأثر على الافكار ديال البوبليك، كنأثر على كيفاش الناس كيفكروا، وكنأثر على القناعات ديالهم. يعني ممكن انني انا غير بالبوبليسيتي ديالي الا كانت بواحد الطريقه فعاله وناجحه، نغير الراي ديال شي واحد في داك لو برودوي. يقدر يكون ما كانش مقتنع به، غادي يولي مقتنع به وغادي يرجع ياخذو. اذا غادي نتعرفوا على النوع الثاني لا كومونيكاسيون اللي كتعتمد عليها لونتربريز، اللي هي لا بروموسيون دي فونت. لا بروموسيون دي فونت هي واحد الوسيله اللي فعاله جدا جدا جدا، واللي كتقرب المسافات ما بين الكليون و لونتربريز، واللي كتجمع واحد العدد كبير ديال الكليون، واللي الا بغينا نقولوا كتسهل لنا البيع بواحد الطريقه اللي هي سهله. وانا ديجا راني هضرت عليها في الفيديو ديال بوليتيك دو بري، هضرت على لي زاكسيون بروموسيونيل، شرحتهم بكل وضوح وشرحت شنو هي البروموسيون. فاللي بغا ياخذ فكره على لي زاكسيون بروموسيونيل يشوف الفيديو ديال البوليتيك دو بري، واللي هما مهمين بزاف، خصنا ضروري نعرفوا هذوك لي زاكسيون. اذا غادي نتعرفوا على شنو هي لا بروموسيون دي فونت. سي ان انسومبل دي تكنيك اتيليزي اكسيبسيونيلمون بور رياليزي ان اكروسمون دي فونت بوندون اون كورت بيريود. بمعنى ان هاد واحد لا تكنيك هي تقنيه. علاش كتستعمل؟ كتستعمل باش اننا نرفعوا من المبيعات ديالنا في واحد المده اللي هي قصيره. نعطيكم واحد المثال اللي واضح بزاف واللي كتلاحظوه في حياتكم اليوميه. مثلا كنلقاو لي غروند سيرفاس فاش كيقرب راس العام، فكنلقاو لي بروموسيون بواحد الوتيره اللي هي كبيره بزاف، وشي عروض مغريه. كتولي كتشري هذاك لو برودوي واخا تقدر تكون ما محتاجوش، ولا واخا يقدر يكون عندك. يعني علاش؟ لان مثلا في الاخر العام لونتربريز كيبقى عندها ستوك، بعض المرات كيبقى عندها مثلا كتكون نجات بزاف وما باعتش ديك لا كونتيتي كامله، دونك فكيكون باقي عندها ستوك. دونك باش انها تفك من هذاك ستوك باش العام الجاي تبدا اكتيفيتي جديده او لا تبدا عام جديد، فهي شنو كدير؟ كدير دي بروموسيون باش انها تيكولي لو ستوك، باش انها تخلص من لو ستوك. اذا هاد لي بروموسيون هادي فهما واحد الوسيله اللي هي مهمه جدا باش انها كترفع من المبيعات في واحد المده وجيزه. يعني كتقول مثلا انا خصني بداك شهر 12 نبيع ستوك ديالي كامل اللي كيدي ستوك، دونك انا كندير دي بروموسيون باش يتباعوا. وطبعا هادشي اللي كيوقع، فالاغلبيه هادوك لي بروموسيون ما كتلقاش عليهم لو بتك، كلشي كيشري. اذا البروموسيون دي فونت راه هي واحد الوسيله ديال الكومونيكاسيون مهمه بزاف، عقلوا عليها وعقلوا على لا بوبليسيتي، لان هاد المعلومات غادي توظفوهم في الحل ديال لي تيت دوكا اللي غيتحط لكم، غادي تعرفوا شنو النوع ديال لا كومونيكاسيون اللي كتعتمد عليها لونتربريز. وخصكم تعطيو دي زارغيمون، تعطيو بعض الاشياء اللي في داك لو تيكست كيدلوا على النوع ديال لا كومونيكاسيون اللي دارت لونتربريز. اذا غادي نعطيكم لي زوبجيكتيف ديال البروموسيون دي فونت. عندنا اول حاجه ايكولي لو ستوك، راني ديجا شرحتها، يعني كتحاول انها تليكيدي ستوك، كيكون عندها ستوك بزايد خاصها تفك منه. عندنا اكخواطر لي فونت، طبعا هو لوبجيكتيف الاساسي كترفع من المبيعات. وعندنا اوغمونتي لو نومبر دو كليونتيل، يعني
كتزيد في العدد ديال لي كليون كيوليو عندها دي كليون اللي هما كثارين من خلال هاد لي تيب دو كومونيكاسيون. فالونتربريز كدير واحد لي غولاسيون بوبليك، يعني كدير واحد العلاقات مع لي كليون ديالها، مع الفاعلين، جميع الناس اللي كتفاعل معهم واللي كتعامل معهم داخل لو مارشي. اذا هنايا غادي نتعرفوا على بعض لي غولاسيون بوبليك. دونك هنايا غادي نتعرفوا على اول نوع، وهادو راهم مهمين، حاولوا انكم تركزوا معايا. دونك عندنا اول غولاسيون بوبليك هو لو باريناج او لا سبونسورينغ. هذا مهم بزاف خصكم تعرفوه. اذا لو باريناج او لا سبونسورينغ سي تشين اوبيراسيون دو كومونيكاسيون بار لاكيل اون انتربريز ابورت سون سوتيان فينانسي اون اسبيرون داميليوري سون ايماج اي لي فونت. بكل بساطة سبونسورينغ راني ديجا هضرت عليها، هي سبونسور او لا كنسمعوها الداعم الرسمي او لا المساند الرسمي. اذا هنا شنو كدير لونتربريز؟ كتمشي كتعطي واحد المبلغ مالي مثلا لشي جمعي، لشي نادي رياضي او لا لشي برنامج تلفازي او لا، باش يدوز ليها لو برودوي ديالها في الاشهار، يعني في دوك الفواصل او الاعلانات كيدير لها الاشهار. حيت كتشوفوا مثلا في التلفازه كيقول لك مثلا برعايه كذا لو برودوي اكس او لا برعايه لو برودوي ايغري، يعني هذا هو سبونسورينغ. فانا كنعطيك الفلوس وانت كدير لي الاشهار بكل بساطه. وكيكون الهدف ديال لونتربريز هو انها تاميليوري ليماج ديالها، يعني تزيد تعرف اكثر وايضا ترفع من المبيعات ديالها. لو ميسينا سي تا مويان دو كومونيكاسيون اور ميديا بار لوكيل اون انتربريز ابورت اون ايد فينانسي او ماتيريال سون كونتر بارتي. لو ميسينا العكس ديال سبونسورينغ، فهنايا كيكون العمل نون لوكراتيف، ما شرطش لواحد الحاجه. بالنسبه سبونسورينغ فهي واحد لا غولاسيون بوبليك يوتيليزي بور بيت لوكراتيف، سي تادير هدف ربحي، يعني كندير مقابل، انا كنعطيك فلوس وانت كتعطيني خدمه كدير لي اشهار. على عكس الميسينا، لو ميسينا فهنايا كيكون عمل تطوعي او لا خيري، يعني فقط انا كنساهم بواحد الفلوس باش ندعم مثلا واحد الجمعيه او لا باش ندعم واحد ليفينمون، ولكن ما كيكونش بهدف ربحي، يعني ما كيكونش باش ديروا لي الاشهار. داكوغ. عندنا ايضا لا كرياسيون دان ايفينمون. لا كرياسيون دان ايفينمون هو مثلا كنخلقوا واحد الحدث، سواء مثلا رحله جماعيه، سواء مثلا فطور جماعي، سواء شي فيستيفال، سواء يعني لونتربريز كتكون هي اللي كتخلق لينا واحد ليفينمون، وبحال هكا كدير سبونسور، كدير لا بوبليسيتي بواحد الطريقه اللي هي مهمه. بحال مثلا نعطيكم مثال، كاينه واحد لا سوسيتي ديال لا كومونيكاسيون في المغرب اللي كدير واحد المهرجان اللي هو معروف. دونك هذاك المهرجان فبمجرد كتسمعوا راه كتعرف شكون الشركه اللي دارته، وهكا كتزيد كتعرف اكثر الشركه وكتزيد كتجذب لي كليون اكثر. وعندنا اخر غولاسيون بوبليك اللي هي لي كومونيكي دو بريس. لي كومونيكي دو بريس هو مثلا الصحافه، اللقاءات الصحفيه او لا لقاءات كنحاولوا اننا نهضروا على لو برودوي ديالنا، كنهضروا على لي لونتربريز ديالنا، لي سيرفيس اللي كتقدم الى اخره. اذا اخر بارتي في لو كور ديالنا هي لي زيتاب دي لابوراسيون دي بوليتيك دو كومونيكاسيون، يعني شنو هما المراحل اللي كتعتمد عليهم لونتربريز باش انها دير هاد لا كومونيكاسيون او لا دير بوليتيك دو كومونيكاسيون. عندنا اول مرحله هي رياليزاسيون دان ميساج بوبليسيتير، يعني انا كندير واحد الميساج اللي انا بغيت نوصلو، كنصايب داك الميساج كنكتبو او لا كنصورو او لا يعني كنتجد هذاك الميساج اللي انا بغيت نرسلو للبوبليك ديالي. من بعد كتجي المرحله ديال بريباراسيون دو لارغومون دو لارغومونتير دو ميساج بوبليسيتير، يعني كنعطي لارغومونتير، يعني كنقول لك مثلا الا خديتي لو برودوي ديالي ها شنو غادي تستافد، ها شنو غادي تزاد بالنسبه ليك، ها مثلا لي برودوي ديال التجميل غادي يقولوا مثلا كيحارب التجاعيد او لا مثلا الشعر كنقولوا كيحارب القشره، يعني انا كنعطيك لي جوجمون او لا كنعطيك الادله او لا الاشياء اللي غادي يخليوك انك تاخذ لو برودوي ديالي، بحال كندافع على لو برودوي ديالي. واخر مرحله هي لا ديفيزيون دو ميساج بوبليسيتير، صافي من بعد ما كندير لا رياليزاسيون دو ميساج كنصايبو كندير لارغومونتير، من بعد كندير لا ديفيزيون دو ميساج، يعني
كنوزع الميساج صافي، كنحطو في ديك لو سيبور اللي انا اختاريت وكنحطو وكنطلق له ميساج وكنشوف التجاوب ديال الناس معاه، وكنشوف لي فونت ديالي واش كيطلعوا، وكنشوف لو برودوي ديالي واش كيتباع اكثر ولا لا، يعني كنشوف ردة الفعل اولا لا رياكسيون ديال لو بوبليك. اذا كان هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا، وكنتمنى ان طريقه الشرح ديالي عجبتكم، وبالتوفيق لكم كاملين، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.